للحديث أكثر عن مخرجات الحوار بين الفرقاء في ليبيا تونس أيضا في الليبي في تونس واقتراب الحل النهائي بعد الاتفاق على أطره، ينضم إلينا عبد السلام الراجحي الكاتب والباحث السياسي الليبي عبر الهاتف من اسطنبول. مرحبا بك أستاذ عبد السلام. تفاؤل يعني بتوصل الأطراف الليبية لحل سياسي في مؤتمر تونس يخرج البلاد من أزمتها، إلى أي مدى ترى أن هذا التفاؤل في محله رغم وجود بعض العراقيل الإقليمية التي لم تغير موقفها؟ مساء الخير لك الأستاذ المشاهدين. طبعا هذا التفاؤل لازال حاضر، يعني لأن الإشكال الأكبر هي في تسمية الأسماء الذين سيتقلدون المناصب، خصوصا منصب مجلس رئيس مجلس الرئاسي وأيضا رئيس مجلس الوزراء. ما زال يعني حتى الآن تسير الأمور صحيح ببطء، وهناك يعني تعتيم إعلامي كبير تقوم به البعثة، وعدم وجود يعني شكل واضح فيما يحدث في جلسات الحوار. لكن الإشكال الذي تعودنا عليه دائما يحدث عندما يتم التسمية، خصوصا أن تسمية الأشخاص طبعا الذين يتقلدون هذه المناصب، خصوصا أن الآن الصراع في ليبيا تغير. قبل إبريل 2019 كان هناك نوع من الإرادة الليبية بشكل كبير جدا، لكن بعد عدوان حفتر عاصمة طرابلس وتدخل قوة عسكرية على الأراضي الليبية، خصوصا المرتزقة الروس الفاغنر وروسيا بشكل غير مباشر، أصبح الجانب الأجنبي طاغي أكبر على هذا المجال، خصوصا حتى بعد حوارات 5+5 فيما يخص المجال العسكري بانسحاب هذه القوى المرتزقة الأجانب خصوصا الروس. المؤشرات تشير أن من الصعب إخراجهم بهذا الاتفاق، خصوصا أن ما يقوم به الآن هو تعزيز وجودهم. الشواهد الآن أصبحوا يعني يقومون بحفر غنادق وتطويق القواعد العسكرية التي سيطروا عليها، خصوصا في منطقة مدينة سرت في معسكر أو في قاعة القرضبية وأيضا في الجفرة. فما زال الحقيقة من الصعب، خصوصا أن منذ أكثر من 10 أيام الأمين العام للأمم المتحدة أرسل هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الذي يحتوي على 12 بند من ضمنهم إخراج المرتزقة الأجانب إلى مجلس الأمن لتضمينه في قرار ولفرض عقوبات على من يخل بهذا الاتفاق. لكن البعض يرى أستاذ عبد السلام يعني يتوقع أو يصف ذلك، نحن أمام صخيرات جديدة هكذا يقول، يعني في الداخل الليبي هناك من يحاول الترويج إلى أن أطراف التفاوض لا يمثلون كل المكونات الليبية، ما مدى صحة هذا الطرح؟ نعم أتفق معك، يعني حتى يعني الكثير يتحدث عن هذا، خصوصا هناك مكون مهم من الشعب الليبي وهو المكون الأمازيغي، لم يستشر لم يشارك في ممثلي له في هذا الحوار. والأمازيغ في ليبيا هم المكون المهم، يعني أحد المكونات الأربعة في ليبيا الرئيسية اللي هم العرب والطوارق والتبو والأمازيغ. أيضا عملية الاختيار حقيقة لل 75 عضو حتى الآن غامضة، لا يوجد آلية واضحة من البعثة على كيفية الاختيار. أيضا منذ قليل كان هناك اليوم هناك كان بيان لأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وأيضا الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وهي جهات ثلاثة منتخبة من الشعب الليبي، أصدرت بيان أن البعثة تجاهلتهم وتجاهلت رؤيتهم للحل، خصوصا فيما يخص الاستفتاء على مشروع الدستور. هناك دستور نتج عن هيئة منتخبة من الشعب الليبي منذ 3 سنوات ينتظر أن يستفتى الشعب عليه، ويعني مع هذا البعثة لم تضع في هذا المخطط أو قضية الاستفتاء من ضمن الخارطة الطريق، رغم هناك طلب من العديد من الليبيين ومن الشخصيات الليبية، حتى أن البعثة نفسها أجرت استطلاعات رأي على المواطنين الليبيين في أكثر من مرة، والنسب من يريدون الاستفتاء على مشروع الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية أكثر من 80%. طيب من الليبيين. أستاذ عبد السلام، ما أثر ذلك الطرح على مخرجات الحوار في تونس وغيره من الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة؟ أعتقد أن حتى الآن حتى نكون واضحين، ما يحدث في تونس غامض، ما يحدث في الحوارات العسكرية أيضا لازال هناك تقدمات ضعيفة وبطيئة جدا، ما زال الحكم عليها من المبكر. لكن تعودنا
من سيأتي ممثلا أو رئيسا للمجلس الرئاسي كأشخاص ورئيس مجلس الوزراء هو من يعني يوضح أو يؤكد هل نجحت المفاوضات أو لم تنجح. لأن ما يحدث في تونس ليس حلا سياسيا على فكرة، هو تقاسم للسلطة بين أطراف ليبية متعددة. إذا أتوا هؤلاء الحاضرين 75 شخصا، أتوا بشخصيات غير جدلية غير داعمة للحرب، عرف عنها النزاهة، وأهم من ذلك كل أنها لم تدعو للحرب، لم تكن شريكا في أي حرب بين الليبيين، ولا يعني ولم تؤثر ليه ولم تدعمه ولم تبرره. إن نجحوا في اختيار هذه الشخصيات بهذه الجزئية أعتقد سينجح الحوار. أما أن أتوا بأشخاص عرف عنهم أنهم من مشعلي الحروب ومن مساهمين في الحروب في ليبيا والقتل والاقتتال بين الليبيين، أعتقد سيسبب أزمة كبيرة. طيب في موضوع المرتزقة وخروجهم، يعني كيف ترى خروج المرتزقة من ليبيا وأثره على إمكانية تنفيذ الاتفاق؟ أستاذ الكريم، حتى نكون واضحين، المرتزقة الروس ليسوا مرتزقة بمعنى الكلمة، هي شركة أمنية تتبع الكرملين، تتبع موسكو، هي تنفذ الأجندة السياسية والعسكرية لروسيا. يعني هل ستخرج يعني روسيا بهذا الاتفاق؟ روسيا حلمت بأن يكون لها موطئ قدم عسكرية في ليبيا حتى فترة الاتحاد السوفيتي، ورغم أن كانت علاقة السوفيت بمعمر القذافي قوية جدا وكان يشتري بالأسلحة بالمليارات الدولارات، لكن هناك معادلة لم يسمح لهم بأن يكون هناك لهم تواجد عسكري في الأراضي الليبية. الآن الروس تمكنوا من هذا التواجد. أستاذي الكريم، الآن الروس يستولون ويدورون ثلاث قواعد عسكرية مهمة في سرت، في القرضابية، في الجفرة، في الشاطئ، وهي قواعد عسكرية كبيرة جدا، والإمدادات ويوميا تصلهم عبر الطيران. وحتى أن حفتر قالها، يعني أحد داعمين حفتر أو المشارك ممثلين حفتر في الحوارات العسكرية في جنيف قالها بالحرف الواحد: لا سلطة لنا على هؤلاء الروس. فأعتقد أن إذا كان عملية المفاوضات تخرج روسيا نتمنى ذلك، لكن بالمعايير وبتجربة الروس في كثير من الدول وتدخلهم في الأزمات وفي الحروب عبر فاغنر لم يخرجوا بمفاوضات أو بحلول أو باتفاقات، خرجوا فقط بقوة السلاح. شكرا لك أستاذ عبد السلام الراجحي، الكاتب والباحث السياسي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.